عالم المعلومات، طريق المعرفة. سمك الكرش الأبيض صاحب العضة القاتلة، شهير بمهاجمة الإنسان ويعيش لسبعين عام. الكرش الأبيض أكبر المخلوقات البحرية، ده كمان أشرسها. سمك الكرش الأبيض اللي خوفنا كتير في الأفلام الأجنبية بيعتبر كمان أذكى الحيوانات المفترسة لأسباب كتير هنوضحها في حلقة النهاردة، وحنتعرف على أهم الخصائص اللي بيتمتع بيها أشرس الكائنات البحرية سمك الكرش الأبيض، فتابعونا. سمك الكرش الأبيض الكبير هي أكبر الأسماك المفترسة على كوكب الأرض، فطولها بيوصل لأكتر من 6 متر، أما وزن سمكة القرش الأبيض فبيكون حوالي 2270 كيلو جرام أو أزيد شوية. وسمك الكرش الأبيض اسمه مش بيدل على لونه الأصلي، وده لأن ألوان سمك الكرش الأبيض بعيدة جدا عن اللون الأبيض، ولونها بيكون رمادي غامق زي الصخور اللي موجودة في قاع البحر. أما مواصفاتها التانية فهو بيمتلك هيكل عظمي غضروفي بدل من العظام، وعنده كمية ضخمة من الأسنان الحادة والقوية جداً بتوصل لـ300 سنة، وبتكون مرتبة في حوالي 7 صفوف. أما جسمه فهو مناسب جداً للانطلاق والسباحة بسرعات كبيرة في المياه بسبب تكوينه القوي وديله اللي بيشبه التوربيد، وده بيساعده على السباحة بسرعة لدرجة بتوصل لـ24 كيلومتر في الساعة. بيعيش سمك الكرش الأبيض في جميع المحيطات والبحار، وعلى الرغم من أنه بيفضل الحياة في المناطق الساحلية المعتدلة، بس ده مش بيمنعه أنه يعيش في المحيطات المفتوحة أو جنب الجزر والسواحل القارية وفي المياه المتجمدة والاستوائية. ومن الخصائص اللي بينفرد بيها الكرش الأبيض أنه بيعيش على عمق بيوصل لـ250 متر تحت سطح البحر. ويعتبر سمك الكرش الأبيض من المخلوقات الذكية بشكل ملحوظ، وعنده حواس على درجة عالية من التطور، يعني عنده مخ متطور بيقدر بيه ينوع هجماته. ولو عملنا مقارنة بين الكائنات البحرية وقدراتها العقلية هيتفوق الكرش الأبيض باكتساح. فاستراتيجية سمك الكرش الأبيض في الهجوم بتعتمد على الهجوم المفاجئ والسريع والتمويه كمان، لأنه ممكن يموه الضحية قبل ما يستخدم الفك القوي والأسنان الحادة في العضة القاتلة واللي بيشتهر بيها الكرش الأبيض. زي ما قلنا الكرش الأبيض من أكتر الأسماك وحشية، فمن وقت ولادته بيحمل غريزة الافتراس على طول، وبيقدر يهاجم أي كائن حي على وجه الأرض، وحنتكلم كمان شوية على هجماته على البشر. بس خلونا نتعرف على نظامه الغذائي واللي بيكون في قائمة كبيرة من الكائنات البحرية زي السلحفاة البحرية وخنازير البحر والدولفين وصغار الحيتان، وبيوصف أيضاً بالزبال، وده لأنه حيوان انتهازي بيتغذى في بعض الأحيان على جثث الحيتان وأسماك الكرش الأبيض الميتة. سمك الكرش الأبيض عنده 6 حواس على غير المعتاد في باقي الحيوانات، وهي السمع والبصر واللمس والتذوق والشم والكهرومغناطيسية. فسمك الكرش الأبيض بيشم ريحة الأسماك من حوالي 3 كيلومتر، أما جسمه فبيكون فيه مسام بيقدر بيها يعرف اتجاه التيارات الكهربائية اللي بتسببها الكائنات البحرية. أما عن تزاوج الكرش الأبيض فما فيش معلومات موثقة عن تزاوج السمك أو موسم التزاوج عند الكرش الأبيض، بس اللي بيحصل إن سمك الكرش الأبيض بينضج جنسياً في عمر الـ12 أو 15 سنة، وبيولد من 2 لـ12 صغير كل سنتين أو 3 سنوات. أما فترة حمل أنثى الكرش الأبيض فبتستغرق سنة كاملة، وعلى عكس معظم أنواع سمك الكرش التانية فإن صغير سمك الكرش الأبيض بيذبح أول ما يتولد مباشرة. زي ما قلنا إن سمك الكرش بيعتبر كائن شرس بطبعه، لأنه بيقوم بهجمات متكررة على الغطاسين والسباحين والرياضيين اللي بيمارسوا رياضة ركوب الأمواج. وبرغم الهجمات اللي بيعملها على البشر إلا أنها هجمات مش مميتة، لأنه بيهجم على الإيد أو الرجل بس، لدرجة إن الباحثين احتاروا في الظاهرة دي، إنه إزاي بيهجم على البشر ومش بيقتلهم ولا حتى بيحاول يأكلهم. بس مؤخراً اكتشفوا إن سمك الكرش الأبيض بيستفز من حركة البشر، ولما بيهجم عليهم بيكتشف كمية العظم اللي موجودة في جسم الإنسان، وده الأمر اللي مش بيحبه الكرش الأبيض لأنه متعود على أكل الأسماك اللي ليها جسم غضروفي. يعتبر سمك الكرش الأبيض من الأسماك الغضروفية المعمرة لأنه بيعيش حوالي 70 سنة، بس مؤخراً اكتشف العلماء إنه معرض للإنقراض وإن في انخفاض ملحوظ في أعداد سمك الكرش الأبيض. كان معاكم رشا رجب.